تمام. هو السؤال يعني ينبغي أن يطال أكبر من ذلك، يعني ليس لغسان سلامة فقط ولكن لما نصت عليه المادة 38 في عام 2015، يعني المادة التي تنص على وقف إطلاق النار الشامل على كافة أرجاء البلاد. نعم. والذي أقره المجتمعون في ذلك اللقاء بأن الإطار الوحيد للحل الأزمة في ليبيا هو اتفاق الصخيرات، نعم. والذي من مخرجاته هو المجلس الرئاسي، ويعتبر مع السيد مثلا فايز السراج هو القائد الأعلى للجيش يعني. فأول سؤال يعني ينبغي أن يطرح، وسنأتي يعني للإجابة على موقف غسان سلامة، لكن لنتحدث عن الشأن الليبي، نعم. وعن الحل الليبي، أين هو موقف القائد الأعلى من هذه القوات التي تحاصر مدينة دبنة؟ هل هي خرجت وفق قرار من السيد فايز السراج، أم أنها قوات تعتبر يعني خارج الشرعية؟ وإن كان هذا أمر واضح، يعني حفتر حتى في لقاء باريز الذي اجتمع فيه مع السراج، لما أجري معه لقاء استنكر كون هناك قائد أعلى غير السراج، والمتحدث باسم عملية الكرامة يقول بأننا هذه العملية نخطط لها منذ عام، نعم. يعني عملية حصار دفنة، نعم. كل هذه الإشارات وهذه التصريحات تعطي دلالة بأن مشروع الكرامة أو أن هذه القوات التي انطلقت بإعاز من حفتر هي خارج المجتمع الدولي بمنأى عنه، وهناك صمت رهيب رهيب جدا تجاه، نعم. هذه القضية. فالأمم المتحدة، نحن نرجع إلى المادة 38، نرجع إلى ما تحدث عنه من عام 2015. الحصار كما ذكر يعني الضيوف فيما مضى أنه يدخل عامه الثالث، المدينة يعني في حصار منذ 3 سنوات، نعم. وتعرضت لعدة مرات لقصف، ويعني قصف بالطيران، واليوم تحاصر بقوات لا ندري. السؤال، نعم. الذي يطرح نفسه بقوة، من تتبع هذه القوات التي تحاصر دفنة؟ نعم. إذا أردنا أن نتحدث، نعم. على غسان سلامة وإحاطة، نعم. غسان سلامة، السؤال الأول والرئيس، نعم. اللي يطرح له، أين أنتم من اتفاق إطلاق النار الشامل، وما هو موقف هذه القوات من رئيس المجلس الرئاسي، نعم. وهو أحد مخرجات ما أطلق عليه الإطار الذي ينبغي أن تدخل فيه كل التجربات السياسية في ليبيا، نعم. يعني. نعم. طيب.